رجعنا لكم مشاهدينا، مرحبا بكل من التحق بينا مازال معكم في المباشر على قناة الزيتونة الفضائية. بطبيعة كما سبق وقلنا قبيلة باش نحكيو في فقرة الصحة، بما أنه رمضان على الأبواب، دونك رمضان يستحق منا بعض الاستعدادات وتغيير. هو رمضان باش يتبدل فيه شوية العادات الغذائية، باش نوليو وجبة بركة ولا وجبتين في السحور وكل شيء، باش نعطشوا برشا نهار كامل ما ناكلوا ما نشربوا حتى شيء، دونك ماذا بينا كان ندربوا معدتنا وندربوا بدلنا من تو. دونك لازمنا نسألوا بطبيعة في الموضوع هذا أهل الاختصاص، واليوم بحذنا أخصائية التغذية مريم توكبري. مرحبا بك مريم. مرحبا عسيمة، شو أحوالك؟ الحمد لله لباس عايزة. الحمد لله. اليوم نحكيو مع التغذية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كيفاش نبداو نسنسوا ولا ندربوا رواحنا بالعادات الغذائية الصحيحة قبل رمضان؟ هو ديما نحب ننصح في رمضان باش ديما نخليو ثلاثة وجبات كيما في سير الأيام. أما المشكلة وين؟ اللي وقت اللي نبداو هكا في الفترة هذه، ساعة تلقى برشا ناس مع تغيير الطقس شوية، مع الخدمة، مع ليزيكزامان نتاع الصغار والكل، يكثر التنويش، معناتها الماكلة بينات الأوقات. دونك تلقانا عندنا فطور نتاع الصباح، فطور نص نهار والعشاء نتاع الليل، وبيناتهم فما معناتها اللمجات بالضبط. وهذاك اللي ماهوش باهي في رمضان، على خاطر من معناتها خمسة ولا ستة وجبات باش نتنقلوا الوجبتين ولا ثلاثة وجبات هكاهو. في رمضان ديما ننصح معناتها عندنا شقان فطر، لمجة صغيرة في الليل، والسحور نتاعنا. دونك هذوما ماذا بينا نحافظوا عليهم من توا، اللي هما فطور نتاع الصباح، فطور نص النهار، والعشاء نتاع الليل. دونك هذاك ما يصيرش تغيير كبير. فما زاد المكونات نتاع الماكله نتاعنا، اللي هما باش نوليو ناكلوا اكثر مقلي، باش نوليو ناكلوا اكثر مواد دسمه وسوائل بالضبط، برشا ليكيد معناتها برشا سوائل، اللي هما الماء، الحليب، البن، وحتى الشوربه والحلال بالضبط، اللي هو البسيسه الجاريه. دونك هذوما برشا سوائل. علاش؟ على خاطر وقت البن يعطش. دونك انا ماذا بيا نقول للناس اللي هما ما يشربوش مليح الماء، والا معناتها ما يعطشوش بعباره افضل، ماذا بيا هذوكم يوليو يكثروا الماء. فما شكون ما يعطش على خاطر البن تصيلو ادابتاسيون، معناتها يتأقلم مع الوضع اللي انت تحطوا فيه. اذا كانت سنس وما يشربش الماء، ينجم يعطش نهار اثنين وبعد يولي يستنس بك الكميه الصغيره اللي تعطيه له، ما عادش الغيكلام بلو، معناتها ما عادش يعطيك اكل الاحساس بالعطش. دونك لهنا الناس هذوما نحب نقول لهم ماذا بيكم تسنسوا روحكم من توا تشربوا الماء، باش لا يمت الاولانيين نتاع رمضان ديجا يبدا فما المخزون نتاع الماء اللي لازم للبدن باش يقاوم اكل التعب لا يمت الاولانيين نتاع رمضان. احنا الهدف معناتها من تنظيم الماكله نتاعنا توا في الايام هذوما هو معناتها التاقلم بالضبط، التاقلم باش ما شك التعب الاولاني نتاع الايامات الاولانيين في رمضان. ونعرفوا اللي سنه مع رمضان باش يصادف مع امتحانات وسخانه والوقت طويل نتاع الخدمه، معناتها ماهوش سيونس يونيك كما في الصيف، معناتها صحيح باش ينقص شويه الوقت، اما باقي مازلت فما الخدمه. دونك لهنا معناتها ماذا بينا يدخل رمضان واحنا في صحه باهيه وان بروفيل نوتريسيونيل باهي. واضح. دونك عجبتني كلمه ان بروفيل نوتريسيونيل باهي، ترجموها يعني معناتها كيفاش نقولوا، يعني صحه جيده. صحه جيده، صح، غذائيه جيده، ركزوا على الغذائيه جيده. احنا عندنا مشكله في ماكلتنا، مانيش منضبطين برشا، حتى كان حبوا ننضبطوا ونمشي وشويه ومن بعد يعني في سمرخوا، فماش كيما نقولوا ديمارش معين يموتيفينا على انه نواظبوا على العادات هذه من تو باش ما نتعبوش من بعد في رمضان. هو يعني نحب نبدا سامحني كان قصيت عليك، معناتها نبدا كيما نقولوا دخول بقوه ولا نبدا واحده واحده؟ هو ديما نبداو بشويه بشويه احسن، معناتها حتى الناس اللي يحبوا يغسلوا الميزان، الناس اللي يحبوا يحسنوا من التغذيه نتاعهم، ديما يمشيوا بشويه بشويه باش يستانسوا. ديما معناتها هوني نحب ناكد لكم اللي راهو الانسان اللي يستانس بغذاء صحي ويكون مزيان وفيه كل شيء ويبدا بنين في نفس الوقت، راهو باش يستانس به، المعده باش تستانس به، وبالعكس يولي ما عادش يقبل الساندويتشات ولا ما عادش يقبل معناتها المواد الدسمه اللي تتباع في الشارع ولا الكسكوتات ولا الفاست فود. دونك هوني ديما ننصح باش نزينوا الماكله نتاعنا، باش نعملوا عليها كيف، باش تكون بنينه، معناتها نجموا نفوحوها، نجموا نشوفوا معناتها دي روسيت يبداو بنين وباهين من غير ما نقولوا راهو الغذاء الصحي ماهوش بنين. صح. وكل ما هو معناتها دسم ولا حلو راهو بنين. دونك لهنا بالنسبه للفتره هذه اللي قبل رمضان نحاولوا اكثر ما يمكن نقصوا من السكر، على خاطر نعرفوا لي السكر هذاك اللي يطلع ويهبط الدم معناتها بروسكومون. دونك لهنا ديما تصير الوجيعه نتاع الراس، الناس راهو اللي مدمنين على الحاجه الحلوه عندهم اكثر معناتها وجيعه نتاع الراس واكثر فشلة واكثر تعب من غيرهم. على خاطر السكر هذاك يمثل ادمان. دونك اون فوا معناتها استحق للسكر وما لقاش باش ياكل وقتها، فباش يقول لك العشيه يلزمني كل حاجه الحلوه، معناتها ما نفيق وما نفهم روحي كما ناخذ كل حاجه الحلوه، راه ماهوش باهي، ما يلزمش نخليو حتى شيء يحكم فينا. وهوني خاطر جينا رمضان نعرفوا اللي في الصيام مانيش باش ناخذوا حتى شيء، مانيش باش ناكلوا حتى شيء، دونك الناس هذوما تلقاهم يتعبوا اكثر. وهوني هذوما الناس اللي عندهم حشيشه رمضان. دونك ماذا بينا من توا نقصوا السكر بشويه بشويه، على الاقل نجموا نعوضوه بحاجه اخرين، مثلا اللي يحب على حاجه الحلوه
العشيه ينجم ياخذ غله، ينجم ياخذ غله شايحه، بابي نفكروهم الحاجات هذوما ونشريهم حتى في قضيتنا. المشمش الشايح، العوينه، راهم باهين برشا هذوما فيهم السكريات الطبيعيه اللي هي نتاع الغله، تتقنع معناتها بالوقت تشبع شويه، وفي نفس الوقت كاين وصحيه بالضبط. دونك لهنا هذوما على الاقل نجمو ناكلوهم مادام توفت، باش من بعد كيف يدخل رمضان ديجا نحينا الادمان على الحلو وما نتقلقوش، ما يصيرناش التعب والاعياء جوت نقص السكر. كيف كيف بالنسبه للقهوه، دونك هوني قهوه الصباح، اي ركزوا يا جماعه ركزوا، قهوه الصباح نحكي واللي بتنساوها في رمضان بالضبط. دونك هوني نحب نقول مع تتوا، اذا كان ناخذوا جمعه الاولانيه قبل رمضان كل يوم ناخذوا قهوه قهوه قهوه، واول نهار في رمضان باش ناخذوا قهوه بطبيعه بدنا نمشي يتقلق. دونك من توا حتى رمضان نجمو نعملوا نهار بنهار، نهار ناخذوا قهوه تكون خفيفه شويه، ونهار نجمو ناخذوا معناتها عصير يكون فشك، ولا نجمو ناخذوا انفيزيون تاع تي، ولا نجمو ناخذوا حليب نحطوا فيه شويه معناتها الكاكاو نون سكري بطبيعه يعوض شويه القهوه. راهو القهوه هي عاده اكثر منها اوبليغاسيون، على خاطر الناس اللي يرقدوا نورمالمون 8 سوايع والا 6 سوايع ولا 10 سوايع، كل انسان وكيفاش، اما يكون النوم نتاعو معناتها ريكوبيراتور يرتاح فيه مليح، راهو نورمالمون ولوجيكمون ما نستحقوش القهوه. معناتها هي ولات عاده غذائيه ماهيش يعني استحقاق. دونك لهنا نجمو كي نسنسوا احنا ما نشربوش قهوه الصباح، نفطروا مليح، معناتها الغذاء هو اللي باش يعطينا الطاقه، راهو القهوه ماهيش باش نستحقوا لها، وبالتالي في رمضان نتفاداو الوجيعه نتاع الراس والفشله والدوخه اللي دوما نقوموا الصباح مع السيركيلاسيون، مع الطقس باش يسخن شويه، مع الامتحانات نتاع التلامذه. دونك لهنا اسهل حاجه احسن حاجه احنا نحسنوا الماكله نتاعنا من توا. اسكو من وقتاش نبداو استعداداتنا هذه؟ اسكو من اللحظه هذه ولا نخليو قبل بثلاث ايام اربع ايام رمضان كيفاش؟ نجمو نقولوا قبل بجمعه، جمعه باهي، اي نبدا نستانس معناتها سورتو اذا كان باش نعملوا اثنين ثلاثه، يعني الجمعه هذيك ننظموا فيها واحنا، نجمو حتى نبداو نحضروا شويه في الماكله اللي باش معناتها في قضيتنا والا في الماكله اللي باش ناكلوها، ناخذوا اكثر حاجه صحيه، نجربوا كيلكو روسيت، مثلا نجمو نعملوا السوب نتاعنا مش لازم تكون شعير وسن عصفور والكل، على خاطر هذوك باش نلقاوهم بعد في البلا برانسيبال معناتها سكريات بطيئه الامتصاص. دونك نجمو سورتو توا طقس سخون معناتها توا عوام يجينا رمضان في الصيف، نجمو نعملوا لي كريم دو ليغوم مثلا شربه القرع والا شربه البصل، شربه نجمو نعملوا حتى تكون بارده مثلا فقوس يكون بارد معناتها باهي. دونك هذوما حاجات اللي انا ننصح بهم اكثر في رمضان باش نجمو معناتها نحافظوا على كميه نتاع حرارات تكون باهيه من غير ما نوزنوا المعده نتاعنا والا تولي تتنفخ برشا ولا نكثروا من السوائل. نعرفوا لي السوائل لو نكثروا منهم ماهوش باهيين وما يساهموش في عمليه الهضم، بالعكس يزيدوا السوائل. معناتها اذا كان باش ناخذوا كاس الماء وكاس البن، فما برشا يشربوا البن معناتها في شقان الفطر معاهم بسيسه جيريه والا شربه، ومن بعد باش ناكلوا البلا اللي من بعد، راهو عمليه الهضم باش تصعب بالكدا. دونك ماذا بينا كميات قليله من كل شيء، هذا نبداو فيه من توا دي بريفيرونس في الفطور نتاعنا وفي العشاء نتاع الليل. في العشاء نتاع الليل واضح محلو الديمارش كي نتبعوه هكا ونتبعوا معناتها صحتنا باش ما نتعبوش في رمضان كما قلت، سخانه واكزامانات وخدمه ونهارين الويلة باش واحد ما هو معناتها اللي هذا باش يقول لك راني محشش ومحشش على حد شيء، دونك لازمنا نتبعوا. لكن خلينا اش قولك مريم نرجعوا واحدة، انت تأيدة في النقطة انا اي اش تعملي انت في رمضان كيفاش تعدي؟ القهوة الصباح هذيك لازمنا نشربها على وقت السحور، لازم حتى نبقى فايقة ونمشي نخدم وكل ما يولي يتعب شوية من بعد إذا كان تقعد من السحور فايقة حتى يكشي لازم لازم. أما كيما قالت هي على الماكلة الصحية لازم منها راهو أكيد يزينا ما شربت شعير شربت سن عصفور الحاجة هذوك. أما أنتم اللي شايف كيفاش تو معناتها عندكم إبداعات في الماكلة تتشهوا ماكلة أكثر منا ولا كيفاش تقعد؟ لا والله احنا كي باش نعملوا مثلا لي سوب وكل كيما نقولوا شربة العدس ولا شربة قرع ولا الخضرة الكل نعملوها مع بعضها يعني برود وكل نجمو نعملو سوب ما يقلقناش، نجمو هكا نزيدوهم حاجات نزيدو شوية لازم. حبت تقول هنا الكريم فريش؟ لا والله فما هو تو ما عادش كريم فريش برشا نحطو شوية بارميزون اي بنينة على الاخر بنينة على الاخر ما تقعدش انت تتشهى معناها شربة شعير وكل وقت اللي تحب واحد باش يعمل زاد يعمل، نجموش نبعد على ماكلتنا راهو على عاداتنا وكل شيء في الاخر. به انا عملت لكم لازانيا بالخضرة مش بالحق، هذه حاجه صحيه اي والله حاجه فرحه تحفونا بالكدا. انا ريت نذوق وقتها نحكم الحق لي بقدر تربي بنينه ان شاء الله يا ربي. عندنا صوص طومات، هذه عندنا صوص طومات فخيم تاع زقولي برمو الصوص حليتها سخنتها شويه وحطيتها ما زدت فيها شيء زدتها زدتها شويه حبق شايح شويه فلفل وفلفل اكحل وملح واضح لازم هذيك يعني بديت ما حتى حك تقول لي ما تخليكش تتكلف برشا فقط زيد حكيت حاجه اي حاجه به عندنا اللازانيا نتاعنا نحطها شويه صوص طماط
هذه حاجه صحيه راه بنينا على الاخر زيد اللي يحب يجربها راه كل واحد شنو يحب. عندنا الباذنجان عندنا القرعة زيدة معاه والسفنيريا حطيت الصوص بشاميل فوق منها. صوص بشاميل كيفاش طيبت؟ حطيت 3 مغارف فرينة عليهم 4 لتر حليب و 50 غرام زبدة. القدوة غلي؟ حاجة خفيفة زيدا ما كثرتش برشا في الزبدة باش ما تقلقنيش. قداش من طبقة لازاني حطيت؟ والله احنا باش نشوفوا بالعين، أنا توا حطيت طبقة عملت الصوص طومات وحطيت الورقة نتاع البات نتاعنا وحطيت الخضرة نتاعي وصوص بشاميل باش نعاود نفس الحكاية توا. حصلوا طبقة بطبقة هي نحطوها كيكة ومن فوق شكون يحب يعملها فروماج تعمل كراتينات لا انا ما بليش فروماج احنا قلنا لا نجموش كيفاش تو فما لازاني من غير فروماج تو عملتها بالخضرة وقبلنا كمل من غير فروماج حطيت شوية زبدة دونك اي خاطر والزبدة ما حطيتش برشا زادة خاطر زادة باش تجي قوية من هي فما روسيت تتعمل لنا شفتها مازلت ما جربتهاش الحقيقة شيف وقال لي تجي ولا لا يعوضوا البات نتاع اللازانيا بالباذنجان معناتها الصوص باذنجان وانا باش نعملها لهم هذيك ما قلت انا كنت باش تعملها لهم كنت نتبعك مالك باش تعملها خاطر صحيه برشا زاده نعوضوا الورقه نتاع البات بالباذنجان اما نخليو اللحم معناتها ويقعد جبن عادي جوست باش نقصوا يعني هذوما سي لي ريجيم لوكا بس معناتها كيما المساعة المصريه بالضبط كيما المساعة المصريه يقول لي هكا احنا امغري هما يمشي والخضره مش شويه مش مقليه يعني هذه نعملوا دونك صحيه باهي معناتها صحيه اي دونك كيما قلت لك فيدي فما برشا افكار فيدي مش كان انا راني نعمل هكا انا اسمعني حاجه فيها جبن فيها لحم راني ما تقولش لي فوالا هذيك هو الماكله الصحيه تنجم تكون بينا في نفس الوقت معني عمرها ما كانت تعوض يعني وتعوض فوالا فيدي هذه هي انا باش نكمل نعمل اللازانيا نتاعي انا قعدت نخمم كيفاش نجم نعوض الجبن معناتها انا باش نعوض الجبن باش نعوضه بطريقتي خليها باهي نكتشفوها معاك من بعد يعطيك الصحة هنا نرجع لك من بعد من تبعوا الشيف هنا مي بالكدا وشوفوا اللازانيا اللي بالخضرة ماهيش باللحم حاجة أكيد ممتازة وبنينة برشا مريم نرجع لك به فما شكون يقول لك نحب نبدا نسنس روحي بالصيام قبل رمضان مثلا نصوم نهار نهارين في الجمعه باهيه العمليه ولا يتغدر طول بالصيام في لا هي باهيه برشا داخل برشا اللي توا البيريود هذه يصوموا كل نهار اثنين وخميس دونك يسنسوا البدن نتاعهم بالصيام يولي ما يعطش فيسع كما قلت لك قبيله معناتها يصير تاقلم يولي البدن معناتها يقبل اكثر دخول رمضان اكثر من الانسان اللي معناتها مستانس ياكل وهوني نحب نحي الفكره الغالطه نتاع باش يجي رمضان باش نتحرم نمشي ندز على الماكله لا مات هذوما خلينا ناكل قد ما نحب على خاطر رمضان باش يجي راهو بالعكس تزيد تعب بدنك وقتها على خاطر باش تسنسوا بكميات كبيره نتاع ماكله وعلى وقت طويل ومن بعد تو دانكو باش تقص عليه الماكله ويولي وقتها يتعب اكثر دونك كوني نوضوا بالنا ديما ماذا بينا نمشيو معناتها بشويه بشويه بالضبط وحاجه اخرى راهو ديما في الماكله نتاعنا معناتها ننصحوا باش نكثروا من السلايط ننصحوا باش نكثروا من الغله دونك كوني ماذا بيا ديما يكونوا سو فورم دو ليكيد توا سورتو في البيريود هذيا برود وكل برود ولا جو نتاع فما حتى لي جو نتاع خضره وغله مع بعضهم مثلا ينجم يكون الباذنجان مش الباذنجان سامحني البيتراف مثلا بيتراف معاه فريز ولا الكاروت معاه بامبلموس راهم يجيو بالكدا وبنين على الاخر وهوني بالنسبه نرجع للصيام راهو فما توا معناتها ابحاث اثبتت اللي الصيام المتقطع عنده افي كبير برشا على البدن باش يطيح الكوليسترول يطيح الشحم في الدم يساهم حتى في معناتها باش ينقصوا في الميزان اللي هو معناتها ينجم يكون نوقفوا على الماكله 8 نتاع الليل ونفطروا فطور من غدوه كون شي نص نهار اونتخ طون ناخذوا كان تيزانه والا قهوه بلاش سكر دونك الفتره نتاع الصيام اون ديغي بالمقلوب معناتها في الليل وقت احنا راقدين فوالا وقت صايمين بطبيعتنا والصباح ما ناكلوا حتى شيء دونك هذه تتعارض شويه مع فكره اللي فطور الصباح لازم
دونك هذه معناتها حاجه جديده. يفطر فطور صباح نص نهار ترسي وقتها يمشي اما ياخذ فطور صباح ومن بعد ياخذ كل شيء العشاء نتاع الليل والا ياخذ فطور نص نهار عادي فيه كل شيء والعشاء نتاع الليل. يعني المهم هو عوض في الليل ديجا معناتها باش نخليوه احنا على زوج وجبات كهو اللي هو فطور نص نهار والعشاء نتاع الليل وهو يشبه ياسر للرمضان. دونك نجموا سواء نصوموا معناتها الصيام العادي هذاك معناتها الصيام نتاع معناتها العادي يعني ايامات قبل رمضان والا نجموا نجربوا شويه الفكره هذيا من 8 نتاع الليل حتى شي نص نهار ناكلوا كل شيء معناتها كي باش نقوموا صباح ناخذوا القهوه نتاعنا عادي بطبيعه بلاش سكر دو بريفيرونس ونبداو من نص نهار نفطروا عادي والعشاء نتاع الليل عادي. لافونتاج اللي هو ما فيهوش حرمان معناتها نجموا ناكلوا الماكله نتاعنا العاديه بالضبط. يعني ماهيش الحاجه صعيبه فقط تطلب الدمارش تمشي فيه واحده واحده والعزيمه تكون قويه بالضبط. وتشوف صحتك قدامك بالضبط. وانا ناكد لكم اللي اي انسان بدا ياكل صحي ولقى سورتو الريزلتا على بدنه فما باش الناس ولاو يرقدوا مليح فما باش الناس حتى اللي عندهم السكر ولا اللي عندهم الكوليسترول تحسن بالكدا الميزان ينقص يولي معاش التركيز يعلى وجعت راس تنقص. دونك راهي الماكله مهمه جدا في صحه الشخص وهذا يفوا معناتها انسان حس بالتحسن هذا راه وحده باش يولي ديما يحب على الماكله الصحيه وديما يلوج باش يقضي صحي ويطيب صحي. اكيد هنا باش نختم معك مريم واكيد الاجابه عندي نعرفها ويعرفوها الناس الكل لكن نزيدوا نتاكدوا منها معك. السبور يعاون في الفتره هذه قبل رمضان والا كيفاش؟ يعاون وماذا بينا احنا ديما نعملوا سبور ما نقصوش عليه بالكل بالنسبه للناس اللي تعمل سبور. الناس اللي ما تعملش سبور ينجموا يبداوا وهوني نحب نقول راهو في رمضان نجموا معناتها نعملوا شويه سبور قبل شقه الفتره بالضبط خاطر البدن من الاول يبدا يحرق في السكر نتاع الكبده من بعد باش يتعدل السكر نتاع العضلات ومن بعد باش يمشي للشحم اللي مخزن معناتها في البدن. دونك وقت اللي هو يمشي للشحم اخر النهار نزيدوا عليه احنا شويه سبور نتاع نصيف ساعه من زمان قبل شقه الفتره باش فريمون ينقص الشحم بالكدا بالكدا وراهو اللي ما يعملش سبور ماذا به يبدا واللي يعمل في سبور يكمل. ونحب زاده كيف بالنسبه للناس اللي يتكيفوا اللي ما يهمش يتكيفوا ما يتكيفوش واللي يتكيفوا ماذا بهم يقص ماذا بهم اللي نستنى فيك تقول لي اللي ما يتكيفوش يتكيفوا. يعطيك الصحه مريم توكابري اخصائيه التغذيه شكرا لك على النصائح ويعني والاستعدادات الطيبه اللي لازمنا نحضروا فيها رواحنا. رمضان ان شاء الله رمضان يكون مبروك علينا وعليكم هكا قريب ما عادش برشا قاعدين يبداوا حضروا رواحكم من تو. ما تنساو زاد كيف الروحانيات ونسالوا على اصحابنا واحبابنا توحشوا بعضنا. مريم توكابري شكرا لك شكرا على حضورك. نحن مازلنا مواصلين مع بعضنا باش نحكي من بعد على سرقه المعطيات الشخصيه من قبل مسابقات القنوات الخاصه وخاصه في المسابقات نتاع رمضان. بالطبيعه بجيب حذانا وسام الشوالي ناشط حقوقي دونك ما تبعدوش بعيد نحبكم تركزوا بالكدا في موضوعنا اللي من بعد تبعدوش بعيد فاصل قصير ومن بعد نرجع.